أنا أطلب حقوق الدول كبيرة وصغيرة بأن تكون متساوية في نظام حكم العالم، لأنني إن كنت دولة صغيرة فإن الأثر علي بالعكس هو أكبر من الأثر على الدول الكبيرة التي تستطيع أن تتحمل عدم العدالة في الحقوق. الوضع يجب أن يفسر بطريقة فعلية وعقلانية. الكبير يستطيع أن يستوعب وينتصر على المشاكل التي تواجه بقوته الذاتية أكثر من الصغير الذي يجب أن نعطيه حقه، لأنه أكثر تأثراً بالقرارات والشؤون الدولية المتبادلة. من هنا يجب أن نغير فلسفة حكم العالم، وهنا أقصد governance وليس حكم بمعنى حكومة، أي مبادئ العدل والنزاهة في إدارة العالم، governance وليس government. نحتاج إلى نظام لإدارة العالم وشؤون العالم بالعدل والمساواة، وليس بأن الحق هو للأقوى، وأن علينا أن نقبل، وأكرر مرة أخرى، نظرية أن الحق هو للقوة، بل أن القوة هي للحق. يجب أن يكون صوتي وأنا أصغر دولة في الدنيا محترماً كصوت أكبر دولة في العالم، وإلا فنحن سنستمر في العيش في هذه الغابة التي نحن فيها، والتي ينعدم فيها نظام المساواة. العدل لا يجوز أن يكون فقط في حكم الداخلي لدولة، ولا بين دولة ودولة فقط، بل أن يكون في الأمم المتحدة في كل مؤسساتها. وأنا تناولت في هذه الحلقة مجلس الأمن فقط، وهو هيئة مستقلة لها كيان مستقل عن بقية الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة نفسها بحاجة أيضا لإصلاح في كل مؤسساتها.